طب بس بصراحة انتوا شركاء مع احزاب الموالاة، يعني انتوا نزلتوا معاهم في الـ الانتخابات البرلمانية، نزلنا في وانا قائمة انتخابية في مشتركة. قائمة انتخابية مشتركة. والحقيقة انا ما بفهمش، معلش انا ما بفهمش في السياسة اللي انا اتعلمتها، انا بفهم ان في معارضة وفي موالاة، ما بفهمش بقى العلاقة المشتركة اللي تبقى في قائمة واحدة وننزل اصحاب مع بعض وكده، انا ده ما بفهموش، ونقسم الكراسي، انا معلش ما بفهمش القصة دي. طب انا احاول اشرح. اتفضل. احنا في التحالفات الانتخابيه، في تحالفات انتخابيه شرطه سياسيه، وفي تحالفات انتخابيه شرطه انتخابيه. ايه الفرق؟ فرق التحالف الانتخابي السياسي معناه ان القايمه اللي بتنزل بالذات في لعبه القوائم، التحالفات هنا بيبقى لها احتمالين، يا اما تحالف انتخابي سياسي او تحالف انتخابي بس. التحالف الانتخابي السياسي بيبقى له برنامج سياسي، يعني القايمه بيبقى لها برنامج سياسي وبيبقى لها دعايه سياسيه مشتركه. دعاية سياسية مشتركة، وده شبه ايه؟ شبه القايمة مثلا اللي عملها الاخوان في برلمان 2012، كان قايمة فيها عناصر او احزاب اخرى غير الاخوان، وكانت ليها خطاب سياسي، هذه القايمة كان ليها خطاب سياسي. القايمة مثلا بتاعت الكتلة المصرية في انتخابات 2012 اللي كان فيها المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصري الاحرار والتجمع، كان ليها خطاب سياسي. القايمة اللي انا نزلنا فيها كحزب مصري الديمقراطي الاجتماعي في انتخابات 2020 ما كانش لها خطاب سياسي، كان قايمة انتخابية، وكان لكل حزب من الأحزاب الموجودة في القايمة أن يكون له دعاية مستقلة، وإحنا خضنا الانتخابات بدعاية مستقلة للحزب، وبمؤتمرات مستقلة للحزب، وخضنا الانتخابات بشعار عيش حرية عدالة اجتماعية، وهذا ما تصرفنا بناء عليه. هل بصراحة ما كنتوش هتعرفوا تدخلوا الانتخابات بدون التحالف مع أحزاب الأغلبية أو أحزاب الموالاة؟ إحنا أكتر حزب في المعارضة نزل مرشحين في الفردي. وبزعم احنا نزلنا 18 مرشح فردي في انتخابات 2020، واكتر حزب نزل مرشحين فردي. لسه هكمل. ده بيرجعني بس واحنا ما خدناش كراسي في الفردي لانه كان في تدخلات وانتهاكات كبيره، وفي نقض في 6 دوائر على الاقل عمال يتاجل، منهم محمد فؤاد في العمرانيه، منهم يعني مش عايز اعدد، لكن من عندنا في اكتر من حد عاد الانتخابات وفي احكام نقض، واحنا شغالين في الموضوع. لكن كان ممكن ناخد كراسي في الفردي، كان ممكن. عندنا ايمن الصفتي عاد، بسام الصواف عاد، امير الجزار عاد، حسين غيتا عاد. فيعني ليس لديك اي انزعاج من التحالف مع احزاب الموالاه انتخابيا، يعني تركبوا اي مركب المهم نوصل لل، لا انا ما قلتش كده، انا بقول لا بصي، في الانتخابات في حاجه اسمها تحالفات انتخابيه، يعني احنا مثلا كنا متعلمين، معرفش انت يعني تتذكري هذه الفترات ولا ما عشتهاش، ايام ما كان بيبقى في انتخابات فرديه وكل دايره ليها كرسيين، تمام، كان في الاعاده، صح، في الاعاده كان بيحصل في تنسيق، ما هو تحالف انتخابي يعني. ايوه أنا بس ده حصل لحد 2010، لكن أيوة بعد كده خلاص التحالفات الانتخابيه وارده في كل الاحوال. بس ننزل على قايمه واحده ده معناه ان احنا اهدافنا واحده. لا مش، ما انا قلت تاني ان احنا كان لينا دعايه سياسيه مستقله. انت مش مصدقاني؟ ارجع للتاريخ. لا مصدقاك بس انا مختلفه مع هذا المبدا. نرجع تاني للحمله وفي ناس اختلفت معاك.